دي ام بي سي مصر في كل مكان في العالم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بنرحب بحضراتكم من ارض السلام، من مدينه شرم الشيخ محافظه جنوب سيناء. تبدا محافظه جنوب سيناء وتحديدا مدينه شرم الشيخ احتفالات واضاءه المدينه بانوار مختلفه، احتفالا بالكريسماس، احتفالا باستقبال اعداد كبيره من السائحين. احنا موجودين بقالنا اكتر من يوم واعداد كبيره من السائحين موجوده واستعدادات على اعلى مستوى. أقدر من يطلعنا على هذه الاستعدادات هو سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. بنرحب بحضرتك يا فندم على ام بي سي مصر. اهلا وسهلا، واحنا طبعا سعداء بيكم وسعداء بتواجدكم معانا هنا في هذه المدينة الجميلة. وفي الحقيقة طبعا يعني احنا بنبتدي نعمل عدة ايفنتات، يعني احداث عشان السياح اللي موجودين عندنا وعشان الناس يعني نأكد عليهم الجمال اللي موجود في شرم الشيخ. واحنا النهارده هنفتح انوار الكريسماس، انوار الكريسماس من النهارده ان شاء الله. احنا لسه ما اتفتحش حاجه دلوقتي، ان شاء الله في لما نفتح الانوار هيبقى المنظر غير كده خالص. غير كده كمان احنا لسه فاتحين مول جميل صنع في مصر، مفيش حاجه داخل المول غير ما يصنع في مصر، المزاجات القطنيه، البدل المصريه، مفيش حاجة من خارج المول ده خالص مش مصرية، ودي حاجة تعتبر جميلة جدا وحاجة لازم نلقي الضوء عليها ونشجع عليها يعني الاونرز ونشجع عليها الناس اللي هنا. عملوا مول مكتوب عليه صنع في مصر، فتحناه وبعدين جينا هنا استعدادا لسويتش اون اللي طبعا هنفتح الانوار الساعة 9. استعدادات كبيرة بتقوم بها المحافظة سيادة المحافظ لاستقبال السائحين، يعني بنقول للعالم كله أن مصر قادرة حالا ومصر آمنة. طبعا تدينا فكرة عن أهم الاستعدادات في كل أنحاء المحافظة استعدادا لأجواء الكريسماس وتحديدا في الوقت ده من كل سنة. طبعا الفنادق بتعمل برامجها، بتعمل زينتها وأضواءها وأنوارها، وإحنا بدأنا النهاردة بأكبر تجمع عندنا في سوهو سكوير، بدأنا النهاردة وهتشوف بقى بكرة وبعده بقية الفنادق بتبتدي تركب الزينات وتركب الأعلام. احنا طبعا داخلين على عدة مؤتمرات كبيرة، داخلين على مؤتمر مكافحة الفساد، داخلين على مؤتمر منتدى الشباب العالم. الإجراءات شغالة على قدم وساق، موجودين بنشتغل، المدينة بتشتغل، بتوضب، بتنضب، بتزرع، بتدهن شوارعها، بتغير الإضاءات بتاعتها لإضاءات صديقة للبيئة. يعني عايز أقول لك استعدادات كبيرة جدا عشان إحنا بنستعيد عرش المؤتمرات مرة أخرى. الكلام ده كله ما كانش موجود السنة اللي فاتت، إحنا بنستعيده السنة دي، وبالتالي لازم إن إحنا نكون عند حسن ظن القيادة والحكومة والدولة، فبنشتغل في هذا الاتجاه بمنتهى القوة. وما تنساش ان احنا سيادة الرئيس امر باستعداد المدينه ورفع كفائتها لمؤتمر المناخ. دي عايز اقول لك المدينه الجمال اللي هي فيه ده هتتغير تاني، هتتغير للاحسن، اقوى من كده. الشوارع كلها تترصف، في بعض الاعمال هننتهي منها نفتتحها، يعني في جهد كبير قوي هيتم الفتره الجايه. لينا فكرة يا فندم عن أهم الحاجات اللي هتحتفل بيها شرم الشيخ في القريب العاجل، وأنا عارف مجموعة كبيرة من الاستعدادات دايما الاختيار بيكون لشرم الشيخ تحديدا. طبعا هي مدينة المؤتمرات العالمية، وأنت عارف المؤتمرات دي، سياحة المؤتمرات دي حاجة كبيرة جدا وحاجة بتجيب دخل كتير جدا، فإحنا مهتمين. عندنا قاعات رائعة، قاعات مؤتمرات ضخمة بتشيل 4000 و5000 6000، عندنا في كل فندق قاعات بتاعته كبيره تقدر تشيل اي عدد من المؤتمرات. احنا من هذا الاساس بنقول ان احنا عايزين الفتره الجايه المؤتمرات بتاعت الدوله نحتضنها، مؤتمرات في السياحه نحتضنها، كل هذا ولما لا. وهذه المؤتمرات فعلا بتدخل دخل كبير وبتنعش المدينه وبتخلي المدينه دائما في نشاط، خلاف طبعا الشارتر والروس والاوكران والناس اللي بتيجي دائما يعني في المدينه. فباذن الله يعني نكون عند حسن ظن الجميع والسياح. احنا طبعا كان في توجيهات سيد رئيس الوزراء بالاهتمام بتحسين الخدمه، بجرات الاحترازيه، بالمرور على الفنادق، بنشوف الهالوجين اللي في المطابخ، واحنا لجاننا شغاله
لجنة، مش لجنة بس، لجنة وبيجينا عليها من السلامة الغذائية وبيجينا من وزارة السياحة ووزارة الصحة في الحقيقة، علشان يعني نحتفظ بالجمال والنظافة بتاعة الفنادق وبتاعة المدينة. سيادة المحافظ، واحنا بنتكلم على جاهزية المحافظة، مهم ان احنا كمان نتكلم عن جاهزية محافظة جنوب سيناء لمخرات السيول والسيول والأمطار. احنا محافظة لها باع في هذا الموضوع، عشان كده تلاقي الناس عندنا مستعدين، يعني لان طبعا احنا حصل عندنا سيول كتير قبل كده، ويعني عايز اقول لك جاهزين لها. هي المشكله بس الاول سيل جاء من مكان غير متوقع، والسيول طبعا ما قدرش تحدد انه هيجي من هنا، يبقى لازم نستناه ونستناه لغايه ما يجي من هنا. لا، ممكن يجي من هنا ويجي لك من حته تانية، هي دي المشكله. احنا بنجهز نفسنا، بقول يا رب يعني الامور تمشي ونقدر يعني التوقعات بتاعتنا ما تخيبش، ونقدر نسيطر على هذه مثل هذه السيول يعني. ان شاء الله سياده المحافظ. كمان احنا عندنا يعني الدوله المصريه دايما تشجع رجل الاعمال المصري على، وخاصه الفتره دي، علشان تكون مصر كلها بتستعيد رونقها. في الاطار ده سيادتك بتفتتح مول النهارده، تدينا فكره عن اهميه تواجد رجال اعمال مصريين وطنيين يكونوا موجودين علشان يساندوا معانا وقت الازمات. هو خلي بالك يعني كده انا معروف ان انا واقف جنب رجال الاعمال وبساندهم، واقف جنبهم. وبعدين في مقوله كله بقول له اكسب والدوله تكسب، هات سياح وخد نصيبك ودي الدوله نصيبها. يعني انا هي موازنه بعملها، اقول له ما فيش مشكله احنا نقف جنبك ونساعدك، بس في نفس الوقت الدوله تاخد حقوقها، تاخد ضرائبها، تاخد اللي مطلوب، بحيث ان احنا يبقى فعلا رجال اعمال بيحبوا بلدهم، بيدافعوا عن بلدهم، بيجيبوا سياح وبيجيبوا دخل لبلدهم ويكسبوا، والمحافظه تكسب او الدوله تكسب. احنا ما بنقفش قدام حد، بالعكس انا بساعده. طبعا رساله اخيره سياده المحافظ اللي هو خالد فوده ممكن نوجهها للعالم من هنا من مدينه السلام ومن شرم الشيخ. يا رب الكلام ده يكون مش زعف العالم، واعتقد ان الاونر هنا عامل فاتح قنوات في لندن وفي اوكرانيا وفي في في على الهواء، علشان الناس يعني تشوف هذا الجمال، وفي روسيا الناس تشوف هذا الجمال وتشوف هذا مدى الامن والامان اللي احنا عايشين فيه، وتشوف التنظيم الرائع، ويقدروا يكرروا بقى. واهلا وسهلا بيهم. ام بي سي قناه متشافه في الوطن العربي كله، سياده المحافظ تدي فكره لكل دول العالم عن اهميه المجيء لمصر في الاوقات دي كل سنه، والاحتفال رساله للسائحين عموما. هو طبعا الام بي سي طبعا لها افضال كتيره قوي علينا، وبتعمل لنا حفلات سنويه هم اللي بيعملوها متبرعين بيها. الام بي سي لها دور فعال جدا ولها دور قوي جدا في تنميه السياحه، ويكفي انه يعني في اي احداث في اي حدث احنا بنلاقي ام بي سي موجوده معانا وجنبنا، وبتيجي تقدم وترفع الكلام ده للعالم. فكل الشكر والتقدير للام بي سي، وهي قناه احنا يعني فعلا لينا علاقات جاده مع المسؤولين فيها، وبيساعدونا بيعملوا لنا حفلات زي ما قلت لك في 6 اكتوبر وفي 25 ابريل ومجانا. فانا طبعا بوجه شكري وتقديري للمحطه، وبوجه شكري وتقديري للعاملين كلهم معاك، على اساس ان يعني ده واجب قومي المحطه بتقوم بيه. شكرا. سياده المحافظ اللواء خالد فوده، بنشكر حضرتك على وجودك معانا. رسائل كتير وجهها سياده المحافظ اللواء خالد فوده. مصر امنه، شرم الشيخ جاهزه جدا لاقامه كل المنتديات والمؤتمرات العالميه. كمان سياده المحافظ اكد على جاهزيه المحافظه للامطار والسيول اذا حصلت لا قدر الله. كمان بيشجع سياده المحافظ رجال الاعمال على دايما التواجد والدعم، ووجهنا رساله للعالم كله بان شرم الشيخ في انتظار السائحين واحنا دايما جاهزين. ونشكر حضرتكم على وجودكم معانا من هنا من مدينه السلام شرم الشيخ. شكرا.